ستنا الزهراء عاشت ده كله، عاشت والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد، وجاء مشرك قريش بسلى الجزور. ايه سلى الجزور ده؟ عشان المشاهد يبقى عارف، اعزكم الله، اللي بيبقى في امعاء الحيوانات، الخرفان والبهائم، حطوه على ظهر ده اللي كان النبي بيحطوه وهو على ظهر ساجد. الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. تخيلي، وستنا الزهراء تجري وتقعد وهي صغيره، كان عندها قد ايه؟ 6 سنوات، تنظف على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. تخيلي كده، تنظف على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، وتطهر ظهر النبي والنبي ساجد صلى الله عليه وسلم، لا يرفع ظهره الا بعد ان تنتهي الزهراء من تنظيف ظهره صلى الله عليه وسلم. فلما يرفع النبي صلى الله عليه وسلم وخلص، يقول: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بعتبة، اللهم عليك بشيبة، اللهم عليك بأبي جهل، اللهم عليك بأبي لهب، لأنهم أذوا النبي صلى الله عليه وسلم قوي. تخيلي، فبص كده لستنا الزهرة في المواقف دي، وتأملي على صغر سنها كم تحملت. وبعدين تخش الحصار مع أمها، وتخرج من الحصار أقوى مما كانت، وكأن الله يؤهلها إلى فقد أمها. سبحانك، هتفقد أمها، سبحانك، فلازم هي تبقى قوية. خلي بالك، فلما خرجت من الحصار ستنا خديجة توفى، وبعد كده بعديها بأيام قلائل كان أبو طالب، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نالت مني قريش ما نالت إلا بعد أبي طالب. فعرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بالنسبة له أبو طالب السند، وكانت خديجة بالنسبة له المعتمد. ربنا سبحانه وتعالى جعل فاطمة بديلا لخديجة ولأبي طالب. جت الهجرة، هاجرت ستنا الزهرة وكان عندها 18 سنة. صليتي على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. خدي بالك، لما ترجعي البنات النبي صلى الله عليه وسلم، هتلاقي اللي جوزته عندها 12، اللي جوزته عندها 9، واللي جوزته 11 13. احنا وصلنا كام سنة عندها دلوقتي؟ 18 سنة. خلي بالك، ويتقدم إليها الخطاب ورسول الله يأبه. دلال ليه بقى؟ دلال إنها الحبيبة، إنها المحببة، مش هتتجوز أي جوازة. خلي بالك، ومش هتتجوز بأي طريقة، ده هتتجوز كانت أم أبيها بحنانها وبحتوائها للرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. ما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلا قام لها النبي من مجلسه وهش وبش وقبلها بين عينيها وقال: إني أجد رائحة الجنة. تخيلي كده، شوف الصحابة لما ترتج المدينة بالبكاء، بيقول لك إيه؟ مشيتها مشيته، وكلامها كلامه، وعذوبة لسانها عذوبة لساني. عشان كده هي كانت قريبة منه في منه صلى الله عليه وسلم، كانت أشبه الناس برسول الله عليه الصلاة والسلام، من رآها كمن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يتقدم إليها الخطاب. خدي بالك، الصحابة كانوا يحبوا النبي قوي وكانوا يهابوه قوي. سيدنا عمرو بن العاص يقول: منذ أن أسلمت ما كنت أستطيع أن أنظر في وجه رسول الله من شدة نور رسول الله حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيلي، فستنا الزهرة وصلت 18 سنة، وبدأ الخطاب يتقدمه. مين بدأ يتقدم؟ أول واحد أبو بكر، دخل على سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، تعلم مناصحتي وقدمي في الإسلام، وإني كذا وكذا وكذا. قال له: طيب، وما ذاك؟ عايز ايه؟ قال: تزوجني فاطمة. فأعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ردش. فخرج أبو بكر مذعور قوي، زعلان قوي، فقابل سيدنا عمر: مالك؟ قال: هلكت وأهلكت. قال له: ليه؟ قال: طلبت من رسول الله فاطمة فأبى أن يزوجني إياه. قال له: طب زي ما أنت مكانك، لحد ما أروح أطلب اللي أنت طلبته وأجي. ده سيدنا عمر. فدخل سيدنا عمر على سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، نعم، تعلم مناصحتي وقدمي في الإسلام، وإني كذا وكذا، وما ذاك؟ عايز إيه؟ قال: تزوجني فاطمة. فأعرض رسول الله، ما تكلمش. سيدنا عمر خرج فقابل سيدنا أبو بكر، قال له: ها، عملت إيه؟ قال له: إنه ينتظر أمر الله في فاطمة. مش رفض لا الشخص ده ولا شخص ده، لا لا لا، ده لازم امر ينزل من السماء.